المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد لليلة. في الذكرى الثامنة لانطلاق الحشد الشعبي، الفياض يحذر من سيناريوهات خارجية لإثارة الفوضى في البلاد، فما الذي يخطط للعراق؟ الفياض يؤكد أن الحشد ليس المشكلة بل حل الحلول، وأنه كان سباقا في التضحية حين تقاعس الآخرون، فلماذا يستمر استهداف الحشد؟ بعد استقالة كتلة التيار الصدري من مجلس النواب، ما الاحتمالات المطروحة للخروج من الانسداد السياسي؟ مساء الخير. في ذكرى انطلاقة الحشد الشعبي العراقي، يبدو أن المخاطر ما زالت تحدق بالبلاد برغم مرور سنوات على هزيمة داعش. فالأيدي الخارجية مستمرة في العبث باستقراره، والمخاطر من خطط لتعميم الفوضى قائمة. هواجس عرضها رئيس الحشد فالح الفياض في خطاب أطلق خلاله مواقف مهمة، أخطرها التحذير ممن يسعى للفتك بالسلم الأهلي من الخارج. الفياض أكد أن الحشد كان وسيبقى مدافعا عن الدولة رافضا إسقاطها، ومصدرا للجمع بين المكونات لا طرفا أو فصيلا أو فرقة سياسية. وذكر المتحاملين على الحشد بأن حمل السلاح ليس غاية بل وسيلة لحماية الدولة، وأهم ما فيه سلاح الحق. ولأن العراق يشهد انسدادا في المشهد السياسي، كان لابد من موقف يوضح فيه أن الحشد ليس مشكلة بل حل الحلول. فالأزمة السياسية تؤخر قيام الدولة واكتمال عقد المؤسسات وإطلاق الخطط المطلوبة لنهضة الوطن والمواطن. فما الذي يمنع ذلك؟ وكيف السبيل للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تصيب البلاد؟ هذه العناوين وزوايا النقاش نطرحها على ضيوفنا في مسائية الليلة. نرحب هنا في استديو الميادين بالخبير في الشؤون الإقليمية الدكتور طلال عتريسي. مساء الخير دكتور طلال. من بغداد سوف ينضم إلينا بعد قليل كذلك نائب رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر العساوي. ونرحب كذلك من العاصمة المصرية القاهرة بالمستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد سعيد إدريس. مساء الخير دكتور إدريس، أهلا بكم ضيوفنا بمن انضم وسينضم إلينا بعد قليل. نبدأ بما قاله وأكده رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، بأن الحشد في المرحلة المقبلة سيكون ضامنا للأمن ولن يكون منحازا لأي طرف سياسي. وفي كلمة له لمناسبة مرور 8 سنوات لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، قال الفياض أن الحشد لن يستخدم موارده في أي أحداث فرقة سياسية ولن يسمح بإسقاط الدولة. لن نكون طرفا سياسيا، لن ننحاز إلى جهة ضد جهة أخرى، لن نستخدم موارد الحشد في أي مورد من موارد الفرقة السياسية. نعم سندافع عن الدولة، لأننا نشأنا وتأسسنا للدفاع عن هذه الدولة، ولن نسمح لأحد نحن والجيش والقوى الأمنية الأخرى بإسقاط هذه الدولة تحت أي ذريعة كانت، لكن لن نكون طرفا أو فصيلا أو فرقة سياسية. الفياض أضاف أن جميع محاولات تصوير الحشد الشعبي باعتباره مشكلة بالنسبة إلى العراق هي ادعاءات فاشلة، وأكد أن الحشد وأبنائه مستعدون للدفاع عن العراق في كل وقت. نحن لسنا مشكلة، نحن حل الحلول. عندما ضاقت الآفاق واسودت الجبهات وتقاعس الناس، كان أبناء هذا الحشد هم الخيارى السباقون للمضي والتضحية وتقديم كل أوجه التضحية والفداء. لذلك أيها الأخوة، لا يمكن أن يثبط بعزائمنا ادعاء من هناك وتخرص من هناك بربطنا بالسلاح فقط. نحن أصحاب العزيمة، أصحاب المبادئ، أصحاب الوضوح. الفياض رفض محاولات تصوير الحشد الشعبي وسلاحه باعتبارهما خارجين عن الشرعية أو على الشرعية، مؤكدا أن الحشد وسلاحه في خدمة العراق والدولة العراقية. نحمل سلاح الحق، ولكننا نحمل نفوسا قبل ذلك قادرة على حمل السلاح والدفاع عن هذا الشعب. السلاح ليس غاية أيها الأخوة، السلاح هو وسيلة، ووسيلة أولاً لحماية هذه الدولة، ووسيلة لحماية كرامة الإنسان، ووسيلة لحماية حرية الإنسان. هذا هو منطق الأشياء، وهذا المنطق الذي تتكلم عنه كل القيم وكل الأعراف.
فلا يمكن لسلاح يحمي الكرامات ويحمي الحريات أن يكون قاهراً لكرامة الإنسان أو متحدياً لحرية الإنسان. سلاحنا هو فقط لحماية الإنسان، لحريته، كرامته، وكل من يحمل السلاح بغير هذا القصد هو خارج عن الحشد. الحشد سلاحه دفاع عن الوطن، دفاعه عن الإنسان، دفاعه عن الحرية الإنسان وكرامته، ودفاعه عن سيادة البلد. أجدد الترحيب بضيوفنا إلى حين جهزية الاتصال مع السيد ياسر العساوي. أبدأ معك دكتور طلال العتريسي. بعد 8 أعوام على فتوى المرجعية وتأسيس الحشد، واضح بأهم يمكن تحذيرات ما قاله اليوم السيد الفياض رئيس الحشد الشعبي، يحذر من سيناريوهات خارجية لإثارة الفوضى في البلاد. وفق أي منطلقات يتم هذا التحذير؟ ومن هي هذه الجهات الخارجية التي أشار إليها؟ يعني منذ عام 2014 تاريخ احتلال داعش للموصل، كان واضح أن هناك مشروع أمريكي بأيدي داعش لتأسيس الدولة الإسلامية في العراق والشام. حتى نذكر أنه اسم داعش هو الدولة الإسلامية في العراق والشام. احتلوا الموصل باعتبار أنه هذه هي يعني سيتمددوا إلى باقي العراق. مشروع الدولة هو تقسيم المنطقة بالتالي. الحشد لعب دور أساسي في إسقاط هذا المشروع، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف التفكير ولا العمل الميداني والسياسي والأمني لزعزعة استقرار العراق، لم يتوقف. واليوم تعود داعش أيضا بصور أخرى وبنشاط مختلف، وبالتالي العراق لا يزال يعيش وضع غير مستقر، وهناك تهديد متواصل. ولهذا السبب الحشد يمكن أن نقول أنه هو محطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث. أولا لأنه تأسس وفق فتوى المرجعية، صح، بالجهاد الدفاعي أو الكفائي، وهذا شيء يعني لا يطلق كل يوم في العراق، وإنما في لحظات تاريخية محددة. ثانيا لأنه هو بذل جهود. نحن نتذكر عند هجوم داعش كيف يعني القوى الأمنية ما استطاعت أن تصمد وانسحبت لأسباب مختلفة، وكيف تعامل العالم كله مع هذا الاحتلال باعتبار أنهم ثوار وأنهم ثوار العشائر، وأن النظام هو يتحمل المسؤولية بإدارته الطائفية عن هذا الاحتلال للموصل. وبالتالي نعم كان في مشروع لإسقاط الدولة العراقية، تقوم دولة داعش ثم تقوم دول أخرى في العراق وتقوم دول أخرى في المنطقة، لأنه بس يصير في تقسيم بالعراق يصير كمان التقسيم بسوريا وارد، نموذج أساسي لبقية الدول يبنى عليه يعني في مناطق أخرى. مشان هيك كان محطة فاصلة، مشان هيك كان دور الحشد الشعبي دور أساسي في إسقاط هذا المشروع. لغاية اليوم في ناس يعني لا تريد للحشد الشعبي أن يبقى وأن يستمر، لا تريد للعراق أن يستقر، لأن العراق كما نعرف بلد قوي، موقع استراتيجي، عنده قدرات كبيرة. وبالتالي عندما يقف العراق على قدميه ويبني علاقات قوية ومستقرة مع دول الجوار، ويبني بنية داخلية سياسية متماسكة وقوية، نعم العراق بيلعب دور قيادي في المنطقة. لهذا السبب الحشد الشعبي هو الذي يعني يمكن أن يؤسس لهذه المرحلة. الحشد الشعبي هو الذي منع، طبعا بالتعاون مع من الحرس الثوري، الشهيد قاسم سليماني، صحيح، هذا كله روايات صارت معروفة، شهيد مهدي المهندس. بعدين هؤلاء الناس لا ننسى أنه كانوا يقاتلوا الاحتلال الأمريكي في العراق، يعني ما نشأوا بالصدفة، مش فقط بعد صدور الفتوى يعني هن إجوا حملوا السلاح. نعم في شباب كثر أتوا، لكن ولذلك كان نلاحظ يمكن قتال. الآن صحيح تقاطع بين أطراف داخلية وأطراف خارجية التي طالبت بحل أو تفكيك الحشد الشعبي بهدف أو بآخر تلبية لأجندات ليس فقط محلية وداخلية عراقية كما أشرت دكتور طلال، بل هي مشاريع قديمة منذ أيام الغزو الأمريكي والاحتلال ولا الأمريكي ولا تزال، لأنه هنا بيعرفوا أنه الحشد الشعبي قوة عقائدية، قوة عسكرية، صحيح، قوة متماسكة تدافع عن العراق، هي ضد المشروع الأمريكي في المنطقة، ضد المشروع الإسرائيلي في المنطقة. ولهذا السبب نسمع مثل ما نسمع مطالب يعني
عن المقاومة في لبنان مثل ما نسمع مطالب عن المقاومة في أماكن أخرى. العراق أيضا البعض يطالب من الخارج من بعض الدول المحيطة في العراق الأمريكيين أنه يجب إلغاء الحشد الشعبي، لكن الحشد عمل إنجاز قبل سنوات أنه أصبح جزء من القوات المسلحة العراقية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يلغي الحشد الشعبي لأنه جزء من القوات المسلحة العراقية. هي مسألة أساسية، وعنده مرونة أكثر في الحركة وفي القتال وفي المبادرة. أيوة هذه الميزة، هذا هو الفرق بين يعني حشد شعبي وبين مقاومة. ولذلك يتم الربط كمؤسسة قانونية رسمية، يعني نتحدث على الساحة العراقية اليوم بربطه بالمشهد السياسي والأزمة الحاصلة والانسداد في الأفق، وسنبحث بها. ولكن اسمح لنا، يمكن بات جاهزا معنا السيد ياسر العساوي نائب رئيس أركان الحشد الشعبي معنا من العاصمة العراقية بغداد. مساء الخير أستاذ العساوي. يعني في هواجس عديدة عرضها في كلمته اليوم ومهمة جدا بالرسائل التي أطلقها رئيس الحشد فالح الفياض. أخطر ذلك هو التحذير الذي أطلقه من يسعى للفتك بالسلم الأهلي من الخارج. وفق أي خلفيات، أي معطيات تم إطلاق هذه الرسائل المهمة من قبل السيد الفياض؟ ولماذا من يسعى، من يستهدف اليوم الحشد الشعبي، خصوصا بأنه مصدر جامع كما قال بين كل المكونات، لا طرفا أو فصيلا أو فرقة سياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نهنئ الشعب العراقي ونهنئ جميع المؤمنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة إطلاق الفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الآن في العراق هو المدافع الأساسي عن حرية الإنسان وحقوق المجتمع العراقي. استطاع هذه المؤسسة إخضاع أكبر تنظيم إرهابي على مستوى العالم، كان تنظيم دفعت له كثير من الأموال الطائلة من قبل دول كبيرة ومتعددة، دول في المنطقة الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط. أريد منها أنه يرجع العراق إلى القرون القديمة وأن يستمر إلى أكثر من 30 عام هذا الإرهاب، وإخراج العراق من المعادلة الدولية وإخضاعه إلى القرارات الاستعمارية. الحشد الشعبي قلب المعادلة بفضل الفتوى الكريمة وبفضل دماء أبنائي ودماء الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على وحدة العراق. الآن الحشد الشعبي يعتبر في العراق هو مصدر القوة الأساسية لحفاظ أمن العراق وعدم السماح بتقسيم العراق، كونه يتكون من جميع الطوائف. المؤسسة الوحيدة التي استطاعت الآن أن تلم شتات جميع القوى المجاهدة والقوى الشعبية والتنظيمات المسلحة وإخضاعها للقانون وإخضاعها إلى نظام عادل ضمن الممارسات أو القوانين والضوابط الدولة. وإذا انطلاقا هنا يمكن بجزئية نعم. أساسية سيد العساوي، يعني الحشد كان وسيبقى مدافعا عن الدولة رافضا إسقاطها. اليوم ما الذي يخطط للعراق؟ من يستهدف الحشد الشعبي بتاريخه، يمكن كمؤسسة باتت ومع المرجعية التي والفتوى المرجعية التي صدرت في تاريخ حساس، في مرحلة حساسة من تاريخ العراق والمنطقة بمحاربة ودحر الإرهاب؟ اللي خطط لتدمير العراق والحشد الشعبي هو نفسه اللي خطط لتدمير العراق بال91 وبال2003، ونفسه اللي حاول تدمير العراق بال2014. هنالك مسميات مختلفة، هنالك تبادل أدوار في هذه القوة، لكن هي قوة خارج العراق تحاول قدر الإمكان إخضاع العراق وتقسيمه إلى دويلات متحاربة فيه، تارة باسم الحرب الطائفية، تارة باسم أقاليم، تارة باسم تكتلات سياسية. كل هذه المحاولات ولا زالت مستمرة لحد الآن. الحشد الشعبي غير المعادلة، غير معادلة أنه الشعب تحول إلى مؤسسة عسكرية ثقافية قادرة على أنه تحافظ على الدستور. ارتبطت جميع المكونات الشعب العراقي بهذه المؤسسة بمختلف مكوناتها، بمختلف توجهاتها الفكرية والعقائدية. لا يوجد اليوم خلاف على الهيئة الحشد الشعبي بأنها مؤسسة جامعة وشاملة لكل التوجهات، لن تدخل في المعترك السياسي، ليس لها مصالح سياسية مع حزب
من هذه الطائفة أو من هذه الجهة، وإنما هي تكوين عسكري اجتماعي قادر على حفظ القانون والدستور ويبحث عن تثبيت العراق كدولة موحدة تخضع إلى دستور وحكومة موحدة في مركزها في بغداد. اليوم هو يحمي السلم الأهلي والاستقرار في البلاد سيد عساوي. هذا نعم عفوا عيد السؤال صوت. الحشد الشعبي هو اليوم الضامن الأساسي لحماية هذه الدولة وأركانها، وخصوصا بعد الإنجازات التي قام بها، ونحن نتحدث عن سيناريوهات الفوضى في العراق وعدم الاستقرار. الحشد الشعبي هو الضمانة الأولى والأكيدة للحفاظ على وحدة البلد وعدم السماح بالتقسيم وعدم الذهاب إلى الفوضى، بما كل المؤسسات الأخرى قد تكون خاضعة إلى تكتلات سياسية أو أنه تكون هنالك تأثيرات دولية أو إقليمية عليها. المجتمع الدولي والتكتلات السياسية لن تستطيع تأثير في توجهات الحشد الشعبي، توجهاته وطنية بحتة، ليس هنالك أي قرار ممكن أن يفرض على الحشد الشعبي من خارج العراق، وإنما قراره الأساسي هو وحدة العراق والمحافظة على أن تكون هنالك دولة وفق النظام الدستوري المتعارف عليه حاليا. نحن نتحدث كما ذكرت يمكن بالتوصيف المهم مؤسسة جامعة لكل العراقيين والضامنة لاستقرار العراق، ولكن في الكثير من المتحاملين على الحشد أتحدث بالمواقف السياسية التي صدرت من الداخل العراقي أو بتأثيرات أجندات خارجية لديها أهداف مبيتة بتحقيق سيناريوهات الفوضى وعدم الاستقرار. أنتقل إليك دكتور محمد السعيد إدريس بما تحدث به وأشار إليه دكتور طلال وكذلك سيد العساوي. الملفت بما ذكره رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض بأن هنالك محاولات للتشكيك بهذا الحشد، حمله للسلاح هو وسيلة قال لحماية الدولة وليس غاية، بيّن بأنه الحشد تعرض للمؤامرات وانتهت كما يمكن بالتاريخ القريب باستهداف قيادته كالشهيد أبو مهدي المهندس. لماذا يستمر استهداف الحشد؟ لمصلحة من؟ السؤال مهم طبعا على ضوء ما سمعناه من تحليلات وكلام الاستاذ سالح الفياض، ولكن يعني دون تركيز على طرف داخلي فقط، هناك اطراف اخرى خارجيه لا يهمها استقرار العراق ولا قوه العراق ولا امن العراق. المشكله المثاره بخصوص الحشد الشعبي انه يتحول بين فترة وأخرى إلى طرف الصراع بين القوى السياسية العراقية، هناك قوة تنحاز إلى الحشد الشعبي وتتبنى الحشد الشعبي، وقوة أخرى منافسة ترى أن الحشد الشعبي أصبح منحازا إلى ذلك الطرف دون أطراف أخرى، وبالتالي هذه القضية الحشد الشعبي يجب أن تظل مؤسسة وطنية مستقلة وليس مؤسسة أطراف بعينها أو قوى انتخابية معينة كما نراه الآن. يعني هناك في أطراف في الإطار التنسيقي تتعامل مع الحشد الشعبي وأن هي يعني الطرف الأساسي الذي يملك القرار في الحشد الشعبي. الطرف الآخر زي أستاذ محمد الصدر وأطراف أخرى متحدثة وترى أنها خارج هذه المعادلة، أن الحشد يتم استخدامه كقوة عسكرية لفرض توازن قوى مختلف عن التوازن السياسي. يعني الانتخابات جاءت بتوازن سياسي معين أعطت أغلبية لطرف على طرف آخر، الخوف أن الحشد الشعبي يستخدم لفرض توازن عسكري لصالح طرف على حساب الطرف الآخر، ولذلك يأتي الحديث عن سلاح الحشد الشعبي وعن ضرورة أن يظل الحشد الشعبي مؤسسة حيادية منحازة للدولة وليست منحازة لأحزاب سياسية دون غيرها، وأن يكون سلاحه منضبطا في إطار سلاح الدولة. أنا سمعت يعني كلام الأستاذ العساوي يتكلم عن الحشد الشعبي هو الضامن يكاد يكون الوحيد، لأن أين الجيش العراقي؟ هل الجيش العراقي أصبح مؤسسة غير وطنية مثلا ولا إيه بالضبط؟ يعني هتحول إلى يعني طرف مشابه او نظير للحرس الثوري في ايران؟ هل مطلوب ان الحشد الشعبي يكون هو الحرس الثوري او المسمى المختلف الحرس الثوري داخل العراق؟ مثل هذه الاراء والافكار هي التي تثير
الخلافات داخل العراق وتثير الانتقادات داخل العراق. إذا كنا نتحدث عن مشروع وطني عراقي وعن يعني ضرورة مواجهة المحاصصة السياسية، ضرورة محاربة المحاصصة السياسية، فإن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون هي الأخرى مبرأة من المحاصصة السياسية، مبرأة من الصراع المذهبي، أن تكون قوة وطنية، أن تكون مع مشروع وطني بالكامل، مشروع وطني عراقي، أن تدفع إلى مشروع الوطنية العراقية يعني المذهبية الوطنية وليس المذهبية السياسية الطائفية. هذه هي الإشكالية التي تجعل أطرافنا تتحدث عن بشكل سلبي عن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي لا أحد ينكر دوره الوطني في مواجهة داعش، لا أحد ينكر أنه ما زال مطلوبا حتى الآن، لأن العراق ما زال مستهدفا، وأن في كل مرحلة ينهض بها العراق يدخل داعش ويقوم بعمليات من الأطراف التي خلقت داعش والأطراف التي دعمت داعش، وكأن يعني هذه الأطراف تريد أن تبقي الصراع داخل العراق وأن تجعل الحشد الشعبي يعني عندما يتم التفكير في مؤسسة الحشد الشعبي تأتي داعش وتتحرك، فالحشد الشعبي يتحرك مرة أخرى وهكذا. العراق وكأنه يعني مكتوبا عليه، وهذه مهمة القوى الوطنية العراقية، أن يظل متصارعا داخليا، ألا ينهض، وأن يكون هذا العراق القوي العظيم يظل. يعني الآن هناك مشكلة كهرباء في العراق، الغاز الإيراني توقف عن العراق بسبب الديون الكثيرة، إلى متى سيبقى العراق هكذا مديونا ليس به كهرباء؟ الصراع حول قوانين تتعلق بالأمن الغذائي وحل الإشكالات الوطنية، مثل هذه القضايا مسؤولية كل القوى الوطنية في العراق. لذلك يمكن كان واضحا كذلك بكلام السيد اللفياط حينما تقاعس كثيرون وآخرون في مرحلة أساسية في محاربة الإرهاب، ولدت هذه المقاومة الشعبية حتى باتت جزء أساسي، وهي تشمل كل مكونات الشعب العراقي كمؤسسة قانونية وكذلك رسمية في النسيج وعلى الساحة العراقية. اسمحوا لنا سنكمل الحوار معكم ضيوفنا، ولكن نحن نتحدث عن انسداد في هذه الأزمة السياسية، وهذا التقرير سيلقي الضوء أكثر، فاستقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي لاقت تفاعلا على المستويين السياسي والشعبي، وانشغلت الأوساط العراقية بشأن هذه الخطوة وتداعياتها على عملية تأليف حكومة جديدة بعيدا من الصدريين وحل الأزمة أو استمرار الوضع السياسي المربك. تقرير محمد الفهد. في خطوة تعددت التفسيرات في توصيفها، الكتلة الصدرية خارج العمل النيابي بعد استقالتها بناء على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقبول رئيس مجلس النواب لها. تطور جديد ربما تذهب معه مجريات الأحداث إلى وضع سياسي وتأليف حكومة جديدة بعيدا من الصدريين هذه المرة. الكل يعرف أنه كان هناك ما عبر عنه من الناحية الإعلامية، عبر عنه بأنه انسداد سياسي. أعتقد أن خطوة السيد الصدر باتجاه ما يعبر عنه الآن في المصطلح الجديد بسياسة حافة الهاوية، أنه على البلد الآن وكل الأطراف السياسية أن تقف على طرف الهاوية، وإذا ما وقفت على طرف الهاوية فما عليها إلا أن تجد حلا مناسبا. سيناريوهات متعددة ينتظرها العراق على خلفية هذه الخطوة بحسب توقعات المحللين، أولها مضي الإطار التنسيقي مع حلفاء الصدر في تأليف الحكومة، أو الذهاب إلى حل توافقي بين الفرقاء، وفي كلتا الحالتين سيكون الشارع خيار الصدر المستقبلي للضغط على خصومه. لربما تكون هناك حلول وسطية، ولربما تكون على العكس تماما، لربما تكون استقالة التيار الصدري هي بداية انفراج العملية السياسية في العراق وبداية تشكيل الحكومة التي عجزت الكتل السياسية عن تشكيلها طيلة هذه الفترة. وينص الدستور العراقي على أن النائب المستقيل سينوب عنه ثاني أكثر الأصوات في دائرته، وتاليا ستتوزع مقاعد الكتلة الصدرية على بقية الكتل السياسية والمستقلين. الخروج بموقف يوازي التحول السياسي الذي يعيشه العراق هو أبرز ما تعمل عليه باقي الكتل السياسية، سواء من قبل حلفاء الصدر أو من قبل الإطار التنسيقي، للتعامل مع هذه المرحلة التي قد لا تخلو من التعقيد. محمد الفهد، بغداد، الميادين. دكتور طلال، لأن العراق يشهد هذا الانسداد في المشهد السياسي، وقبل الخوض يمكن في هذه المشهدية، مهم جدا ما قاله قبل قليل الدكتور محمد السعيد إدريس، يعني حول المحاصصة، حول دور هذا الحشد الشعبي وصولا إلى الآن، وكذلك تحدث عن دور الجيش العراقي. ما رأيك بالمقاربات التي طرحها الدكتور محمد السعيد إدريس؟ شوفي، في
بمنطقتنا في المواجهة مع الاحتلال الأمريكي والهيمنة الأمريكية نشأت ظواهر جديدة يجب أن تؤخذ بالاعتبار ويجب أن تدرس. مسألة الجيوش التقليدية لم تعد معادلة ثابتة، يعني لا يجب أن نبقى نفكر بأنه الجيوش تقاتل الجيوش. طيب، الجيش الأمريكي أرسل داعش كتنظيم لمقاتلة الجيوش ولمقاتلة الشعوب. هذه ظواهر جديدة نشأت في معادلة جديدة، يعني قوى شعبية مدربة مسلحة مستعدة للتضحية هي التي أفشلت وقضت على مشروع داعش في العراق. طيب أنا ماذا أقول؟ أقول إنه لا، ما كان يجب أن يحصل هذا الأمر وأن نترك الأمر للجيش العراقي. طيب الجيش العراقي وهي ملأت هذا الفراغ الذي كان حاصلا بمحاربة منذ الاحتلال إلى اليوم. الجيش العراقي في وضع صعب، يعني لم يستعد قدراته، العراق كله لم يستعد قدراته، وبالتالي نحن يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بمقاربة فكرية سياسية جديدة. أيضا في لبنان نفس الشيء، يعني حزب الله عندما قاتل وحمل السلاح وتشكل كمقاومة عندما احتلت إسرائيل لبنان كان في جيش لبناني. نحن لا نستطيع أن نقول اليوم أنه لا أترك السلاح الجيش هو الذي يتصدى. نفس الشيء، هذا يجب أن يفهم بطريقة مختلفة بمقاربة مختلفة، لأنه مثل هذا الحشد لديه مرونة أكثر، لديه قدرة أكثر، هو متخفف من أعباء الحرب التقليدية للجيوش. اليوم المواجهة ليست بحرب تقليدية، وبالتالي الحشد اليوم وهو أنا بعد من كم سنة الحشد أصبح جزء من القوات المسلحة العراقية، لكن عنده حرية حركة وعنده مرونة. العمليات الأخيرة التي قام بها داعش في العراق من الذي تصدى؟ الحشد الشعبي. يعني يجب أن يدعم الحشد الشعبي أكثر، يجب أن يكون هناك حماية سياسية للحشد الشعبي أكثر، لأن العراق لا يزال تحت التهديد، لأن العراق لا يزال يعني في مرمى المؤامرات الأمريكية تحديدا وحتى غير الأمريكية. وبالتالي الحشد هو نتاج حالة وتجربة وتهديد تعرض له. عرض مقاربة لافتة أيضا دكتور محمد سعيد إدريس، أنه هل يجب أن يكون أو ما هي يمكن أوجه الشبه أو المقارنة أن يكون حرس ثوري؟ هل هنا تحدث عن ظروف يمكن مشابهة حتى العراق أو حتى إيران؟ أنا رأيي حتى أم مختلفة نتحدث حتى طبعا هي مختلفة، لكن حتى الفكرة أنا مشان هيك أنا أقول أن نحتاج إلى تفكير مختلف. احنا عندما نقول انه الجيوش العربية هي التي ستحرر فلسطين، هذا انتهى، هذه المعادلة انتهت. يجب ان نفكر بطريقة مختلفة. اليوم في مقاومة بفلسطين، المقاومات الشعبية هي التي تهدد الكيان والوجود الاستيطاني في فلسطين. المقاومة في فلسطين، المقاومة في لبنان هي التي تهدد، تقلق الإسرائيلي ليلا نهارا، مش الجيوش العربية. التفكير بالعودة الى الجيوش العربية هو عودة الى السبعينيات، هو عودة إلى الستينيات. نعم، مع احترام الجيوش العربية يجب تقوية الجيوش العربية، يجب تعزيزها. إسرائيل تعتمد على الجيش وعلى المستوطنين، مستوطنين مسلحين مدربين إن يقاتلوهم يعني يتكاملوا مع الجيش. نحن بحاجة إلى هذا النموذج الذي يتكامل مع الجيش، لكن هو قوة كما ذكرت، قوة متحركة، قوة مرن. لا يجب، وهذا أنا بعتقد يعني هذا التفكير الجديد، يجب أن نتعامل مع هذا الواقع بمقاربة مختلفة تختلف عن المراحل السابقة. لأنه لو اعتمدنا فقط، مو يعني الجيش لم يستطع أن يفعل شيئا في مواجهة داعش وللأسف يعني في العراق. هل تسمح لي أن أستمزج أيضا رأي سيد العساوي؟ كيف تردون على هذه الهواجس أو هذه الطروحات بالنسبة لدور واستقلالية كذلك إن كان القوات الأمنية العراقية أو الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية سيد عساوي، وطرح يمكن أيضا مقاربة كحرس الثورة في إيران امتداد له كما يقول الدكتور محمد؟ طبعا كل الشكر والتقدير للضيف الكريم الدكتور محمد على هذه النظرة الإيجابية. فعلا الحشد الشعبي يتمتع بمرونة عالية لا تتمتع به المؤسسات العسكرية الأخرى. الأمريكان في عند دخولهم إلى بغداد في 2003 عملوا على إضعاف المؤسسة العسكرية وتقليل من تأثيرها بحيث تكون لديهم قدرة على
إحاطتها. ما يقلق الآخرين الآن أنه ليس هنالك تأثير على الحشد الشعبي. الحشد الشعبي استراتيجيته واضحة، لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية من الدول. ليس هنالك تأثير إقليمي أو دولي على الحشد الشعبي، لأنه لا يرتبط ارتباط بأي مؤسسات أخرى، وقيادته مختيارة بإحكام. تم اختيار قياداته من خلال التجربة، أنه الحشد الشعبي دخل إلى أول عملياته دخل إلى المعركة من دون تدريب، فما أثبت حسن الاختيار لقياداته ومقاتليه هو أنهم كانوا دفاعا بصيغة إنسانية عن بلدهم، لم يكن هنالك توظيف كلاسيكي متعارف مثل الجيوش النظامية. أما قضية المقارنة ما بين الحشد الشعبي والحرس الثوري فهذه مقارنة غير صحيحة. الحرس الثوري له نظام خاص، لديه مؤسسة ولاية فقيه تحكم بقوانينها الخاصة. اختلاف الحشد الشعبي أنه مؤسسة انبثقت من واقع رحم المجتمع، من رحم المعاناة، من رحم التهديد وخوفا على البلد. اتحدت هذه المجموعة من الإخوان بهذه المؤسسة وأطروا أنفسهم بإطار قانوني صحيح. وأقول بأنه الحشد الشعبي لن يأخذ دور المؤسسات العسكرية، وإنما هو مساند وداعم لكل المؤسسات العسكرية، كما أن هنالك ارتباط وثيق ما بين الإخوان في القوات المسلحة من الجيش والشرطة مع الحشد الشعبي. ليس هنالك إزاحة للأدوار أو أنه إزاحة للمكانات القوات المؤسسة الأخرى، وإنما الحشد الشعبي يأخذ دوره وموقعه من خلال المرونة العالية، من خلال القواعد الجماهيرية الكبيرة لديه ارتباط كبير مع القواعد الجماهيرية، لديه عقيدة، هو جيش عقائدي، عقيدته عقيدة وطنية تبحث عن استقرار البلد والمحافظة على أبداء الشعب. ولذلك قال يمكن اليوم سيد فايض أنه انطلق للدفاع عن الدولة سيد عساوي، وكان أول المدافعين عنها ومنع سقوط الدولة، وليس أداة بطش كما يحاول أن يصور المشككين بها أو أنه مشكلة. يمكن بالطروحات التي قدمتها سيد العساوي، اسمح لي وبصفتك كنائب رئيس، لديك شيء تضيف؟ دليل هذا القول بأن الحشد ليس أداة طائفية أو أداة بطش مثل ما تفضلت جنابك، أنه ثلث ربع الحشد الشعبي 25% هو من المكون الآخر. صحيح. من المكون السني، وأن كل المكونات الأخرى من المسيح والتركمان والشبك وإلى آخره توجد في الحشد الشعبي ولديها ثقل ووجود. الحشد الشعبي ليس مكون من طائفة واحدة. صحيح. نحن نتحدث عن جميع المكونات العراقية كما أشرت، يعني حتى المكونات، يمكن المكون المسيحي في العراق المشترك ضمن ألوية الحشد الشعبي. اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور محمد السعيد إدريس، إذا كان يمكن نتحدث عن صفة أساسية للسيد العساوي نائب رئيس أركان الحشد الشعبي يقدم لك هذه الإجابات على هذه الأسئلة أو هذه الإيضاحات، اتضحت لديك الصورة دكتور محمد أم لديك يمكن يتحدث عن دور أساسي بأنه لن يأخذ دور المؤسسات العسكرية العراقية، بل هو مكمل لحماية الدولة العراقية وأركانها بما يجمع به من كل مكونات المجتمع العراقي؟ لو سمحتي، أنا تحدثت وطرحت تساؤلات، ولكن كلامي لا أتهم فيه الحشد الشعبي بشكل معين. لا، ليس اتهامات، أسئلة يمكن حقيقية وتطرح حتى في الداخل العراقي وخارجه. صحيح دكتور محمد. بس على كلام يعني صديقي الدكتور طلال، يعني هو حاول يعني بشكل غير مباشر أن يسقط التجربة اللبنانية على التجربة العراقية، وهذا غير صحيح. يعني مسألة تجربة نجاح حزب الله في لبنان لا تعني أن إمكانية تكرار تجربة حزب الله في العراق أو في خارج العراق، وأن أنا أسقط الجيوش العربية، وأن الأولوية أصبحت للمقاومات التي موجودة في كل قطر عربي، وظروف بلد عن بلد تختلف كثيرا، وبالتالي يظل هناك قيود في مسألة تعميم الفكرة اللي بتكلم عليها، ويعود إلى الخمسينات والستينات. جيوش عربية انفصلت، لا تنسى حرب 73 يا دكتور طلال، وأنها كان فيها انتصار كبير للجيش العربي المصري والسوري. الأمر الثاني هي مش إشكالية حيادية أو عدم حيادية الحشد الشعبي في صراعات القوى السياسية، هذا ما أطرحه وأعتبره الحل الحقيقي لأزمة الحشد الشعبي في العراق. هل الحشد الشعبي لديه القدرة أن يحافظ على حيادياته
في صراعات القوى السياسية. هذا هو المعيار الحقيقي للكلام عن أن الحد الشعبي يؤدي دور الوطني. أما أن ينحاز إلى طرف في صراعات القوى، يعني بالتحديد أكثر ينحاز إلى الإطار التنسيقي ضد الطرف الآخر الذي يقود مقتدى الصدر، هنا يدفع مقتدى الصدر للتساؤل وطالب بالمطالب التي تقدم لها بالنسبة للحد الشعبي. دكتور محمد، يعني كل الشعوب العربية لديها دائما الأمال بهذه الجيوش، ببنيتها، بهيكليتها، بدورها بأن تحمي بالفعل هذه الدول، ولكن من دمر هذه الجيوش؟ نتحدث عن استهداف للجيش السوري، استضعاف للجيش اللبناني، تدمير للجيش العراقي، لمصلحة ومن قام بهذا الدور؟ يعني أرجو عدم خلط الأمور لو سمحتي. يعني الجيش السوري يقاتل في سوريا وينتصر ويحرر بلده، والمؤامرات على الجيش السوري كبيرة، المؤامرات على الجيش السوري كبيرة، وما زال الجيش السوري قادرا على أن يثبت جداراته داخل الوطن السوري. والجيوش العربية أخي نفس الكلام. يعني هذه قضية أنا ناقشها فيما بعد، إنما أنا أتكلم أنا على الحشد الشعبي والمشكلة المثارة حول الحشد الشعبي. أقول أن المشكلة يمكن أن تنتهي إذا أثبت الحشد الشعبي حيادياته في صراعات القوى السياسية، ألا يكون محسوبا على طرف دون الآخر، ألا يكون محسوب. ولا ننسى في إطار الكلام حول الجيوش أن من كان يقود العراق عندما دخلت داعش إلى العراق كان نور المالكي، اللي هو حاليا أهم المكونات الإطار التنسيقي في ضمن المعادلة السياسية العراقية. الأزمة بدأت أكثر عندما انقسم البيت الشيعي، انقسم البيت الشيعي إلى مجموعتين الآن، وبدأ الحشد الشعبي عليه أن ينحاز إما إلى هذا وإلى إلى ذاك. إنما عندما كان البيت الشيعي موحدا كانت المشكلة غير مثارة، وتثار الآن في ظل الأزمة السياسية الموجودة في العراق. ولأنك تتحدث عن دوره في المشهد السياسي دكتور محمد السعيد، أعتذر عن المقاطعة، ولكن هذه نقطة أساسية سأرحيلها قبل أن أذهب إلى الفاصل إلى سيد عساوي. لديكم دور سياسي اليوم حينما يقول السيد الفياض بأن الحشد ليس مشكلة بل حل الحلول. سيد عساوي، أنا إجابة على تساؤلات ضيفك الكريم أقول بأنه اليوم بيان السيد رئيس الهيئة السيد فالح الفياض المحترم بأن الحشد الشعبي ليس ضمن أي تكتل سياسي معين ضد تكتل آخر، وليس ضمن قائمة ضد قائمة أخرى. كذلك نحن في كثير من تصريحاتنا طول فترة الأزمة السياسية الحالية نشيد ونؤكد بأن الحشد الشعبي ليس مع أي جهة سياسية أخرى، وإنما هو قوة لحماية البلد والمحافظة على استقرار الوضع السياسي والأمني في البلد. وأرسلنا رسائل كثيرة إلى كل الأطراف السياسية المختلفة بأن الحشد الشعبي لن يقف مع أي طرف ضد آخر، وإنما هو ضمانة لحفظ الجميع. وإشارة السيد مقتدى الصدر في بيانه يوم أمس للحشد الشعبي هو خير دليل على أنه هنالك احترام متبادل ما بين التيار الصدري والحشد الشعبي، وأيضا ما بين الإطار التنسيقي والحشد الشعبي. الحشد الشعبي ليس جهة سياسية ولن يتدخل بالعمليات السياسية أبدا ومطلقا، ولن يشهد سابقا تاريخا بأنه تدخل في العملية السياسية. سنفصل ونوسع يمكن بالمشهد السياسي والأزمة السياسية أستاذ عساوي. نعم، أنا مضطرة للذهاب إلى فاصل، بالتأكيد سوف نوسع يمكن أكثر ونفهم المقاربة فيما يتعلق بالانسداد السياسي، ولا سيما بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، ولكن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، من بعده نعود لاستكمال المسائية، فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم. بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014 وارتكابه جرائم فظيعة بحق العراقيين، أصدرت المرجعية في العراق فتوى بوجوب الجهاد الكفائي لتحرير البلاد من التنظيم. على إثرها تأسست قوات الحشد الشعبي في حزيران يونيو من العام نفسه من أطياف المجتمع العراقي كافة، وضمت في البداية آلاف المتطوعين معظمهم جاء من حركات المقاومة العراقية قبل أن يجي لاحقا دمج الحشد ضمن المؤسسة الأمنية العراقية. منذ الأشهر الأولى لتأسيسها أدى الحشد دورا بارزا في صد تقدم داعش نحو العاصمة بغداد، ليقود بعدها إلى جانب الجيش والقوات الأمنية هجمات مضادة على
أو مضادة على مناطق سيطرة التنظيم انتهت بتحرير عشرات المدن والقضاء على تنظيم داعش. اليوم لا تزال قوات الحشد الشعبي تسهم في الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها من خلال تنفيذ عمليات أمنية عديدة وملاحقة ما تبقى من عناصر إرهابيين في مناطق مختلفة من العراق. أستأنف الحوار مع ضيوفنا وأبدأ معك من جديد دكتور طلال عتريسي. بالنسبة للمشهد السياسي المتأزم والانسداد في هذا الأفق، يحصي السياسيون والمراقبون حوالي 11 مبادرة حتى الآن بعد الانتخابات، وحتى الآن ليس هنالك من صيغة توافقية لتشكيل الحكومة. الخطوة الأخيرة كان باستقالة نواب الكتلة الصدرية. نحن نتحدث عن أي مشهد مستقبلي للعراق، ولا سيما في ظل أيضا تكهنات بإمكانية تحرك الشارع، صيف ساخن في العراق وتحركات ومظاهرات شبابية. للأسف العراق يعني يعيش أزمات سياسية متلاحقة، يعني لا يكاد تمر عهد حكومة حتى تبدأ الأزمة باختيار رئيس حكومة جديد. في الانتخابات الأخيرة حصلت مشكلة كبيرة في موضوع الانتخابات، في موضوع النتائج، في موضوع التزوير، وطال أمد هذه المسألة وتحقيقات وما شابه ذلك. لكن بعد ذلك توافق معظم القوى العراقية على قبول نتائج الانتخابات على الرغم من التشكيك في نتائجها، تشكيك قسم يعني مهم من القوى السياسية في نتائج هذه الانتخابات. لكن ليتجاوزوا الأزمة السياسية قالوا فلنقبل بهذه النتائج. قطعوا هذه المرحلة، لغاية اليوم لم يتم التوافق على رئيس حكومة. نحن نتحدث عن 8 أشهر بعد هذه الانتخابات. طيب، يعني هذه فترة طويلة جدا في الوقت الذي يعيش فيه العراق أزمات اقتصادية واجتماعية صحيح. وصحية على كل المستويات، ويعيش فيه تهديدات أيضا خارجية، وداعش عاد إلى النشاط من جديد في العراق. طيب، اليوم في ظل هذه الأزمة تأتي استقالة الكتلة الصدرية وهي أكبر كتلة في البرلمان. طيب، ماذا يعني؟ ورئيس البرلمان يقبل الاستقالة، كان بإمكانه أن يرفض مثلا، وبالتالي تعود الكرة في ملعب السيد مقتدى الصدر. هذا يطرح حقيقة سؤال كبير، ماذا يعني ذلك؟ كيف ستجتمع، يعني سيجتمع البرلمان مجددا؟ كيف سيتم التوافق على رئيس جديد للحكومة ليدير البلاد ليواجه هذه الأزمات؟ الأزمة مفتوحة، كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟ يعني ملفت الانسحاب كان يمكن للتيار من حكومات 2010 2014 و2018، ولكن ليس من البرلمان. يعني ما الهدف من هذه الخطوة من استقالة نواب الكتلة الصدرية؟ هلا البعض، يعني طبعا الجميع غير مرتاح، لا احد يقول بانه هذا فعل ايجابي من القوى السياسية الاخرى، لا احد مطمئن، لا احد مرتاح، الاحتمالات مفتوحة. إمكانية حل البرلمان، انتخابات مبكرة، أحد الاحتمالات. احتمال آخر أن يعني يطرح شروط إضافية السيد مقتدى الصدر ليعود عن هذه الاستقالات، لأنه في السابق قال بأنه لا يريد أن يشارك في الانتخابات ثم تراجع عن الموضوع اليوم. لكن إذا وافق رئيس البرلمان على الاستقالات أعتقد أنه لا يعود بإمكانه أن يعود عنها، لأنه وافق. لو لم يوافق كانت بقيت معلقة، يعني احتمال أن يكون هناك انتخابات جديدة. انتخابات جديدة يعني مشكلة جديدة، يعني أشهر إضافية، ولكن مباشرة البدلاء للنواب المستقلين سيكون هم من خسروا هذه الانتخابات بعد التصويت، يعني هذا حسب الدستور العراقي صحيح. إذا يعني وتعديل القانون، يعني توافقوا على هذا الأمر، يعني السيد مقتدى الصدر سيذهب إلى المعارضة وإلى الشارع وإلى الاحتجاج وإلى لا نعرف كيف، يعني من يدخل أطراف أخرى كما حصل في الاحتجاجات السابقة، وكيف كان تعرض الحشد لاعتداءات في الاحتجاجات السابقة وشعارات سياسية وغير سياسية، وبالتالي يعني يؤخذ العراق إلى يعني إلى المجهول مع مثل هذه الاستقالات. سيد عساوي، بالنسبة للحشد الشعبي كيف يمكن له أن يحافظ على هذه الاستقلالية وأخذ المركز والدور يعني دون الاصطفاف تجاه فريق
أو آخر، وأشرت يمكن إلى التواصل المبادرة التي طرحت من قبلكم، لم كل هذه المكونات حفاظا على استقرار العراق، ولا سيما استغلال بعض الأطراف لهذا الفراغ وعدم الاستقرار لخلق بيئة معينة داخلية محلية بتوترات وأبعاد أبعد من العراق لاستهداف أيضا الحشد من ورائها. كيف تحافظون على هذا الدور الذي تلعبونه في ظل محاولات تشكيكية كبيرة بدوركم؟ على هذا أكيد طبعا هنالك محاولات كثيرة لسحب المجتمع العراقي إلى الفوضى وجر إلى صدامات مسلحة قد تكون ما بين فصائل معينة أو أحزاب معينة. هنالك الحشد الشعبي ضمانته أنه لن يسمح بأي انقلابات عسكرية أو انقلابات مسلحة في المجتمع العراقي أو في الحكومة العراقية، وإنما هدفنا الأساسي ونقطة الأساسية أنه نحن لن نقبل بأي تغيرات عسكرية أو سياسية إلا وفق الدستور العراقي ووفق الانتخابات. هذا من جانب، نحن هذه الضمانة الأولى اللي يضمنها الحشد الشعبي أنه لن يكون هنالك انقلابات عسكرية أو أن يكون هنالك جهات حزبية أخرى تعتمد على السلاح تستخدم قوتها في فرض إرادات معينة. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه القضية تحتمل على الكل، جميع الاختلافات السياسية الموجودة سواء كانت طائفية بين طائفة أخرى أو حزبية في داخل طائفة معينة. الحشد الشعبي استقلاليته الأيديولوجية مالته واستقلاليته الوطنية وعدم خضوعه إلى أي مؤثرات خارجية أجنبية أخرى وأي دعم أجنبي آخر أدى إلى أنه يكون هو بيضة القبان في سبيل إخضاع الجميع أو العفو تأثير على الجميع بالرجوع إلى الصناديق الاقتراع والرجوع إلى العملية السياسية. عدم دخول الحشد الشعبي بعملية سياسية أو دعم جهة ضد أخرى، هذه الاستقلالية هي أعطته كثير من المرونة، بل أعطت توافق عليه كثير من كل الأحزاب السياسية الموجودة تضطر أنه ترجع أن هنالك قوة كبيرة موجودة في المجتمع العراقي تسمى الحشد الشعبي. على الجميع أنه لا يتصرف تصرف عسكري أو أمني سيء بصراعاته السياسية مع بعض الأحزاب الأخرى بوجود قوة أساسية موجودة تحافظ على الدستور وتحافظ على قوانين البلد. نحن نقول لجميع المكونات السياسية ارجعوا إلى صناديق الاقتراع، ارجعوا إلى الدستور وإلى الحوار السياسي وطالة المفاوضات، وأن لا يكون تأثير صراعاتكم السياسية أن ينزل إلى الشارع. نعم. بدقيقة واحدة بقي لدي، في ضمانة كما قال الحشد الشعبي بعدم حدوث الانقلابات العسكرية دكتور محمد سعيد إدريس، ولكن ما هو الهدف من استقالة نواب الكتلة الصدرية؟ ما الاحتمالات اليوم المطروحة للخروج من هذا الانسداد السياسي برأيكم؟ يعني أنا أعتقد أن قرار السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان لم يكن قرارا موفقا، لأن ثمنه وعبء كثير على الوطن العراقي وعلى المجتمع العراقي. العراق سيجد نفسه أمام خيارين، إما خيار النزول الطائر الصدري إلى الشارع والاحتماء بالشارع السياسي على أساس أن السبب الاستقالة ترجع إلى عجزه عن تمرير مشروع قانون يراه مهما ويرى أن المؤسسة التشريعية لم تستطع إنقاذ هذا المشروع وبالتالي انسحب. اختيار أعتقد اختيار صعب وسيدخل العراق في أفاق سيئة جدا من ناحية الاستقرار والأمن الوطني. الاقتراح الثاني أو الاختيار الثاني الممكن هو العودة إلى الشارع، العودة إلى المواطن العراقي ليحكم بين القوى السياسية أي الانتخابات. يعني إذا كانت جولة الانتخابات حاليا فشلت وجاءت بحكومة قوية، لم يحدث هذا، لم تأتي حكومة قوية، فشلوا في إيجاد رئيس للجمهورية لأن القانون الذي يحكم المسألة قانون صعب جدا واشترط ثلثي أعضاء البرلمان للموافقة صحيح. على انعقاد الجلسة لاختيار رئيس جمهورية، وحاليا لا يملك أحد الثلثين، هناك من يملك ثلث المعطل سواء بالإيجاب أو بالسلب، وبالتالي فشلت كل محاولات اختيار رئيس الجمهورية، وصل البرلمان إلى طريق مسدود.
إذا كانت العملية السياسية وصلت بنتائج الانتخابات الحالية إلى طريق مسدود، فليس أمامها إلا أن تعود مرة أخرى للانتخابات، وهذا بالمناسبة ليس عيبا أبدا، ولكنه ضمانة أو الورقة صحيح. الأخيرة لحماية وهذه بعض التقديرات التي ذهبت أنه انسحاب الصدر من العملية السياسية لينأى بنفسه عن الملامة ويكون إلى جانب هذا الشارع وعدم تسلم زمام البردة أو المبادرة في السلطة. شكرا جزيلا لك سيد والدكتور محمد سعيد إدريس، عفوا مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. الشكر موصول لك دكتور طلال العطريسي الخبير في الشؤون الإقليمية، كنت معنا هنا في استديو الميادين. والشكر جزيل الشكر لك سيد ياسر العساوي نائب رئيس أركان الحشد الشعبي، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. شكرا الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة المسائية، انتهت، في أمان الله.